إنما الدنيا حطام. إنما الدنيا حطام زينت بالشهوات تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات تنصب الأشراك عمدا للقلوب الغافلات فيضيع الدين منها في دروب السيئات. إنما الدنيا حطام زينت بالشهوات تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات تنصب الأشراك عمدا للقلوب الغافلات فيضيع الدين منها في دروب السيئات. وحورها الهائج يرمي بصنوف الشبهات ويغر الغر منها وصفها بالحسنات وجهها وجه قبيح زورات الباسمات من بني الإعلام والفجار بين القنوات. الهائج يرمي بصنوف الشبهات ويغر الغر منها وصفها بالحسنات وجهها وجه قبيح زورته الباسمات من بني الإعلام والفجار بين القنوات. فأذابت غيرة المسلم فيها المومسات وأعانت دعوة الفاسق فيها المائلات كم دعت للعهر قوما فأجابوا الدعوات وأعانت من أراد الدهر نشر الموبقات صنف المعروف فيها من عداد المنكرات وغدا المنكر فيها شامخا كالطيبات فلها في أعين الأعداء أسمر الرتبات من سعوا للدين هدما وبنونا في سبات وبنونا في سبات.